سلام عليكم. فيلم الاسبوع هيكون فيلم باراسايت، والفيلم كوري، وهو اكتر فيلم يفوز بعدد جوائز في حفل الاوسكار لسنه 2020. والفيلم فاز بافضل سيناريو اصلي وافضل اخراج وافضل فيلم وافضل فيلم اجنبي، وهو اول فيلم اجنبي في التاريخ يفوز بجائزه افضل فيلم. وقصه الفيلم عن عائله فقيره راح تروح تشتغل خدم عند عائله غنيه، وراح تصير اشياء غير متوقعه. وطبعا مش محتاجين تقييمي بعد كل جوائز الاوسكار اللي فاز فيها الفيلم، بس يلا عشانكم بعطيكم تقييمي 10 من 10. وبس والله استنستوا، ها؟ وبس والله في امان الله. كده 그런 건지 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나 킥하고 떠올랐는데.